وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ عقدة لساني يفقهوا قولي. عباد، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الحضور الكريم، من سيد المقاطعة الأولى قائد المقاطعة الأولى، ثم السيد قائد المقاطعة الثانية، ثم السيد نائب الأول مجلس البلدي، ثم الحضور الكريم كل بصفته وكل باسمه. أولا، إن الله عز وجل كرم هذا الإنسان وأعطى لكل ذي حق حقه، ولم يفرق بين الصحيح ولا بين المريض، لا بين القادر ولا بين العاجز. فكانت عناية هذا الدين عناية كاملة شاملة لكل فرد من أفراد الأمة، فلذلك يعتبر هذا الدين دين عدل ومساواة ودين حقوق وعدل بالدرجة الأولى. والله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الفئة التي هي في إعاقة، أعطاها صفة خاصة وأعطاها حكما خاصا. لما نقرأ قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالقرآن الكريم بهذه القاعدة العامة والشاملة فهي تعطي لهذا المعاق وضعية خاصة وحق خاص استثناء عن جميع الحقوق. فلذلك نعود إلى السيرة النبوية الشريفة، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الذين كانوا في الإعاقة، فسماهم باسم خاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون يا أمتي، إنما تنصرون بضعفائكم. ومن هم هؤلاء الضعفاء؟ هم هؤلاء الذين هم في الإعاقة. إنما تنصرون بضعفائكم. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم عناية خاصة. وقد جاءني أحد الأشخاص، أحد الآباء، فسألني سؤال: هل لي على ابني المعاق حقوق؟ قلت له: نعم. فقال: كم من حق؟ قلت: للصحيح حق وللمريض حقان، حق البنوة وحق الثاني حق العجز. فلذلك لا تستغربوا إن قلت لكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأسبقية للمعاق، أعطى الأسبقية للمعاق. ومتى أعطى الأسبقية للمعاق؟ لما ذهب النبي في غزوة من غزواته خلف صحابي من أصحابه وهو أعمى، وهو عبد الله بن مكتوم، خلفه بأن يؤم الناس في صلاتهم، فلم يعطيها لأبي بكر ولم يعطيها لعمر ولم يعطيها لعثمان، بل أعطاها لذلك الصحابي الذي كان ضريرا لا يبصر. وأنا أتحفظ عن كلمة ضرير، لأن الذي يجب أن نعلمه على أن هناك كان هناك عباقرة وهم لا يبصرون، كان هناك مفكرون وهم لا يبصرون، كان هناك قادة وسادة وهم لا يبصرون، إنما أعطاهم الله عز وجل قوة في الذاكرة وقوة في الفهم وقوة في الابتكار. ما علينا نحن المجتمع المدني إلا أن نفعل هذه القوة ونفعل هذا الابتكار. فلذلك تنبهوا أيتها الأمهات، تنبهوا إلى هذه المسألة. الله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومن هم هؤلاء القوم؟ احنا كان نعرفوا إلى سمحوا لي السادة الحضور، شي مرات كان تعايروا بعضياتنا، وهذاك المعيور كيوصل حتى هذوك الناس اللي خلقهم الله عز وجل على هذيك الوضعية. انت كتولدي غير اللي ما كاملش، هذا لا يزيدك إلا شرفا
لأنك خادمة. ومن تخدمين؟ تخدمين أحد الذين خلقهم الله تعالى على عجز، وأنت أيتها الأم، وأنت أيها الأب، وكذلك أنتم أيها المجتمع المدني، أنتم تكملون هذا النقص. علينا أن لا نشعر هؤلاء بأنهم ليسوا لا يساوون شيئا في المجتمع، أو لا قيمة لهم في المجتمع، بل هم لهم قيمة ولهم مركز خاص في مجتمعهم. وأنا أتي لكم هنا بأمثلة وأختم إن شاء الله تعالى. طه حسين مفكر وأكبر من مفكري العالم الإسلامي، أعطاه الله تعالى، كان لا يرى لا ينظر، وأعطاه الله تعالى بصيرة في عقله، وأعطاه الله تعالى قوة في ذاكرته، فأصبح مفكرا وحافظا ومحدثا ومفلسفا يلتجئ إليه العالم الإسلامي بأكمله. وهناك عالم آخر اسمه الأعمش، كان هذا لا يرى ولا يبصر، فكان الناس يلتفون حوله ليأخذون الحكمة ويأخذون العلم ويأخذون ما ينفعه في أمور دينهم ودنياهم. وقس على ذلك، فلذلك السي نور الدين والسادة الحضور الكريم والذين يسرون على المؤسسة والسي أسامة، نوصيهم بأن يبذلوا جهودهم وأقصى ما في جهودهم، لأن هؤلاء الفتية وأن هذه الفئة تحتاج إلى مجهود جبار وإلى صبر أيوب، إلى صبر أيوب. وأنا أقول لك سي أسامة، واحد العالم كان عنده واحد ما كي معاق، أشنو كيقول له؟ والله لو قدر لي، والله لو قدر لي أن ألقنك 100 مرة للقنتك 100 مرة. فلذلك حبيبي الكرام، علينا أن يكون عندنا صبر أيوب، وأن يجازي الله تعالى الأمهات والآباء والجمعيات على هذا ما يقوم من جهود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.